إذا فرد محروس رقم 2، أولا عرف ما يلي: الفرعون، هيرا. إذا في الدروس عندنا مصر القديمة، وعندنا حضارة بلاد الرافدين، ثم عندنا الحضارة الإغريقية. أولا الفرعون، إذا الفرعون تعريفه هو اسم أطلق على ملوك مصر القدامى. إذا اسم أطلق على ملوك مصر. الآن هيرا، وهيرا ومصطلح يوجد في درس الحضارة الإغريقية. إذا هيرا هي زوجة زوس من الآلهة الإغريقية. إذا هيرا هي زوجة زوس، ووظيفتها هي رعاية النساء. إذا هيرا زوجة زوس، وظيفتها هي رعاية النساء. السؤال الثاني، صحيح أو خطأ: الكتابة المسمارية هي كتابة مصرية. إذا الكتابة المسمارية هي كتابة مصرية، هل صحيح أم خطأ؟ إذا خطأ. لماذا نصحح الخطأ؟ لأن الكتابة المسمارية هي كتابة من الحضارة، من حضارة بلاد الرافدين. إذا خطأ. إذا خطأ. الجملة الثانية، الفرعون اسم أطلق على ملوك مصر القدامى. إذا صحيح. صحيح. نمر إلى السؤال الثالث، صل بسام. إذا السؤال الثالث، نصل بسام. عندنا زوس، حمورابي، الفرعون، ثم الإغريق، مصر، بلاد الرافدين. إذا سنصل كل ملك ببلاده. إذا زوس في الإغريق، حمورابي بلاد الرافدين، ثم الفرعون في مصر. إذا لأن زوس هي آلهة من آلهة الإغريق، ثم حمورابي هو مؤسس بلاد الرافدين، ثم الفرعون هما اسم أطلق على ملوك مصر القدامى. إذا مادة الجغرافيا، أول سؤال، أذكر مكونات الأرض الداخلية. إذا من خلال درس الأرض شكلها وتمثيلها تعرفنا على مكونات الأرض الداخلية والخارجية. إذا ما هي مكونات الأرض الداخلية؟ مكونات الأرض الداخلية هي أول شيء، وهي النواة. إذا قلنا النواة. ثانيا المعطف. إذا ثالثا وآخر شيء هي القشرة الأرضية. إذا قلنا القشرة الأرضية. نمر إلى ثاني سؤال. إذا ثاني سؤال، أذكر الاتجاهات الأساسية. إذا عندنا أربع اتجاهات. أولا عندنا الشرق، الغرب، الجنوب، الشمال. شرق، غرب، شمال، جنوب. ثالث سؤال، فيما تساعدنا الإحداثيات الجغرافية؟ إذا تساعدنا الإحداثيات الجغرافية في ماذا؟ إذا تساعدنا في تحديد الموقع والمناخ والتوقيت. إذا قلنا تساعدنا في تحديد المناخ والوقت ثم الموقع. إذا رابع سؤال، الكون، ما هو الكون؟ إذا الكون هو فضاء شاسع يضم عددا لا نهائيا من النجوم والكواكب والنيازك والمدنبات التي تنصدم في مجموعات تسمى بالمجرات. ثاني سؤال، ما هو شكل مجرة اللبانة؟ هل هو بيضاوي، كروي، أم حلزوني؟ إذا هو حلزوني. ثالث سؤال، ما هو الكوكب؟ الكوكب هو جرم مظلم يسمد الضوء والحرارة من النجم كالشمس. تربية على المواطنة، أولا ما هي الحرية؟ إذا الحرية هي القدرة والإرادة على الفعل، وهي حق للإنسان غير قابل للتفويت. ثانيا أذكر أنواعها، هناك حريات فردية وحريات جماعية. ما هي الحريات الفردية؟ الحريات الفردية وهي التي يخص يتميز بها الفرد وحده، أي تخص الفرد وحده وليس المجتمع ككل. إذا أعطي مثال، مثلا حق حرية الرأي، حرية الملكية، حرية التجول، حرية التنقل، حرية التعبير عن الرأي. ثم الحريات الجماعية وهي الحريات التي يقوم بها الفرد جماعي. إذا الحريات الجماعية، هي التي يقوم بها الفرد جماعة ككل، مثل حرية الصحافة، حرية تأسيس الجماعات، حرية المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.